السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوغ. اليوم ما شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم بغيوش بالزيتون او فرماج. كيجي رائع وكيجي مفشفش، كيجي مهوي من الداخل. وبالنسبه للمقادير اللي هما مقادير بساط جدا وطريقه التحضير بسيطه وكيصدق 100%. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير ديالكم باش نتحفز ونزيد نعطيكم اكثر. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بالنسبة للمقادير عندي هنا 3 هاد الكيسان ديال الطحين، الطحين الممتاز بطبيعة الحال. هاد الكاس هو اللي عبرت به. عندي هنا نفس الكاس عبرت به الحليب اللي هو دافي، ونفس الكاس بالماء اللي تا هو دافي. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة النوع الجيد، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحبوب الملحة، 3 د المعالق كبار ديال الخل، وعندي هنا 4 كاس ديال الزيت نباتيه، معلقه كبيره ديال السكاسانيدا باش كيساعدنا على اللون. هنا عندي 150 غرام ديال الزيتون الاسود اللي بلا عظم، يعني عبرته بلا عظم، قطعته صغير على هذه الطريقه. وعندي 50 غرام ديال الفرماج احمر. كناخذ واحد البول كنضيف كندير الخميره، الزبده، السكاسانيدا، الزيت، الخل، الملحه كنخليها هي اخر حاجه ما كنديرهاش دابا، حتى كنجي ندير الطحين الاخرى. هنا كنضيف الماء اللي هو دافي والحليب وكنحرك مزيان. ما درتش الملحه، درت المكونات كاملين الا الملحه ما درتهاش. صافي كنحرك مزيان وكنضيف كاس ديال الطحين فقط، كاس، وكنحرك مزيان وكنخليها واحد 10 دقائق غير كتطلع فيها الخميره شي شويه. كنغطيها وكنخليها 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق غادي نضيف هذوك جوج كيسان ديال الطحين اللي بقاو والملحه وصافي. وغادي نحرك غير بمعلقه ديال الخشب، غادي نعجنها غير بمعلقه الخشب، ما كنديرش يدي لود العجينه كتلصق. واللي عنده العجان وبغى يدير العجان كتجي حسن، ولكن حتى بهذه الطريقه كتجي زوينه. انا ما بغيتش ندير العجان، كندير يدي باش كلشي بامكانه يدير هذه الوصفه هذه. صافي كنحرك مزيان، يعني كان رانا عطيتها الوقت مزيان، يعني عركتها بديك المعلقه ديال الخشب مزيان. عاد من بعد ضفت الزيتون وضفت الفرماج وعادي ندير يدي باش يتخلط هذوك العناصر يتخلطوا. ومن بعد غادي نغطيها وعادي نخليها تتخمر، يعني تاخذ وقتها على حسب اللجو كي داير، المهم تخمر يتضاعف الحجم ديالها. انا خدات معايا ثلث ساعه، لو اللجو دابا راه سخون خدات معايا ثلث ساعه، هي خمرات مزيان. دابا كنفزك يدي شويه في الماء باش ما تلصقليش العجينه، وكنحاول نخرج منها داك الهواء بهذه الطريقه هذه. من بعد كندير شويه ديال الطحين باش كنقطعها. تقطعوها على الشكل اللي بغيتو، ديروا الشكل اللي بغيتو، المهم هي المقادير عطيتها لكم مضبوطه، مي الشكل كيبقى كل واحد اختيار ديالو. انا خديت هذا المول الطويل ديال الكيك، دهنتو بالزبده وشريتو بالطحين، وقطعت 5 ديال القطع هكا بهذه الطريقه، وكنزلهم يعني كنزلهم هكا، كنحاول نقادهم باش يجيو مقادين. كندهنهم بالحليب، ديك الساعه ما كنخليهاش، ديك الساعه كندهنهم بالحليب. وبالنسبه للتزيين انا غادي نزين بهاد الزريعه البيضاء اللي هي منقيه كتباع موجوده عند العطار، وغادي نزين بالزريعه الكحله حتى هي منقيه حتى هي كتباع موجوده، يعني هادشي ولا كيتباع موجود وثمن اللي هو بسيط، يعني كتاخذ شحال ما بغيتي. وهنا عندي زريعه الكتان غادي نديرها هنا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني كل واحد يزين باللي بغى. الا بغيتي تزيني بالشوفان زيني بالشوفان، بالنسبه للتزيين كل واحد كيزين الطريقه اللي تناسبو، داكشي اللي عندهم توفر في الدار طبيعه الحال. صافي من بعد ما كنسالي كنغطيها بسلوفان وكنخليها واحد 5 دقائق، ضروري 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني حتى كتخمر. ها هي خمرات، يعني طلعت، حتى كتطلع كتبان لكم راه هي طلعت. الفران عندي سخون على 150 درجه، كنشعل عين من التحت وكندخلها يعني ساعه الا ربع بحال الكيك. ها هي من بعد ما طابت قلبتها بغيت نوري لكم اللون كي كيجي من التحت، كيجي رائع وكتجي طالعه وكتجي مفشفشه، كتجي رائعه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال بغيوش بالزيتون وفرماج اللي كيجي رائع، لا في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون عند الحسن طعم ديالكم، وكنتمنى تجربوا على ود كيستحق التجربه. كنتمنى تزيدوا تدعموني وتشجعوني بلي لايك ولي كومونتير ديالكم باش نتشجع ونزيد نعطيكم اكثر. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.